يعني زي ما احنا شايفين كده عوده لاعبي النادي الاهلي لفندق الاقامه. شفنا هشام محمد وهو مجبس ايديه، يعني حاجه يعني الواحد حزين جدا على اللاعبين اللي اتصابوا النهارده. سريعا ان شاء الله، وعبد الله السعيد وعوده احمد فتحي من الايقاف، خسرناهم طبعا الثلاثه لعيبه نجوم كبار ومهمين جدا واضافه للفريق، كان هيفرق معانا قوي مباراه العوده، لكن ان شاء الله البركه في اللي موجود.